انغماس في الفن حد الانبهار وانصهار مع الألوان حد التوحد، هذا حال التشكيليين الصغار في هذا المحترف الفني بدار الثقافة بأصيلة، فضاء يكتشفون داخله الألوان والأشكال ومعها يستكشفون طاقاتهم الإبداعية اللامحسوسة وقدراتهم التعبيرية اللامحدودة. اللي كيعجبو الرسم كيجي يمارس الهواية ديال الرسم بكل حرية وباحترافية، لأن الفنانين هما اللي كيأطروهم، وكاينين بعض الأطفال اللي كيكونوا موهوبين كنمشيو معاهم حتى الحد ديال الأعمال ديالو. في الآخر ديال الموسم كنعملو معرض ديال هاد الأعمال الأطفال اللي عملوها. الورشة الفنية هذه تنظم كل سنة تزامنا مع موسم أصيل الثقافي، مبادرة أضحت بمثابة مدرسة فنية حقيقية ومختبر لصنع فنان الغد. بفضلها أمسك براعم المدينة بالريشة لأول مرة فرسموا أولى لوحاتهم، منهم من أصبح اسما لامعا في مجال الفن التشكيلي، ومنهم من عاد للورشة ليؤطر جيلا جديدا من المواهب.